وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. مرحبا بك معنا أستاذ حسين. أنباء عن استدعاء لجنة من حكومة العبادي للتحقيق مع 4 مسؤولين في المفوضية بشأن تزوير النتائج، هل ترى أن ثمة جدية حكومية حقيقية حول موضوع التزوير؟ لا، أنا لا أعتقد أن هناك أي جدية في قضية التزوير أو معالجة التزوير، لأنه المفوضية هي جزء من الحكومة وهي محافظة مقسمة على هذا الحزب وذاك الحزب، فبالتالي لا يمكن لأي لجنة أن تستطيع أن تحاسب المفوضية وهي جزء منها. فأعتقد أنه قضية التزوير هي قضية فاضحة أصبحت في الانتخابات العراقية الأخيرة تحديدا. نحن ندرك أنه من 2003 إلى الآن لم تمر انتخابات على العراق إلا وفيها تزوير، ولكن إلى أي درجة من التزوير وإلى أي حد من التزوير ما وصلت عليه انتخابات 2018 هو إلى حد يسقط شرعية الانتخابات، لأنه تزويرا فاضحا على مستوى كبير وواسع جدا. نعم، ماذا لو اكتشفت هذه اللجنة أن تزويرا كبيرا قد وقع في الانتخابات والأمر يقتضي بإعادة الانتخابات؟ من هي الجهة المخولة بإعادة الانتخابات؟ أنا أعتقد هي فقط الجهة القضائية المخولة وهي المحكمة الاتحادية التي تستطيع أن تطعن في شرعية الانتخابات، وبالتالي لابد من إعادتها. اليوم الانتخابات في الساحة العراقية في العراق أصبحت مفضوحة، يعني التصوير فيديوي، تصوير مناطق كاملة مسيطر عليها من مكونات غير المكون الساكنين فيه، هذا لا يمكن. النتائج تشير إلى ذلك، يعني عندما يكون منطقة من المكون العرب السني يفوز فيها من المكونات الأخرى والعرب السني غير موجود، هذا معناه واضح، وبذلك توثق فيديويا. أحد النواب وثق عملية تزوير وبثتها أحد الوسائل الإعلام العراقية، أن كانت النتيجة أن المفوضية غرمته 50 مليون دينار، يعني غريبة جدا، وبأقراص مدمجة قدمها لوسائل إعلام عراقية معروفة وقدمها، ولكن قامت المفوضية وعاقبته بمبلغ 50، وهذه أعلى عقوبة تصدر من المفوضية العراقية من تأسيسها إلى الآن بحق أي ناخب أو أي مرشح. نعم أستاذ حسين، يعني فيما لو أعيدت الانتخابات، ما الذي سيتغير في المشهد السياسي برأيك؟ أنا مستبعد إعادة الانتخابات، ولكن هذا لو اللي تذكره أقول أن هناك فشل في العملية السياسية وعلى رأسها من هم قائمين عليها، وأنا أحمل مسؤولية المرشح في فشل عملية أكثر من مسؤولية الناخب، رغم أنه أنا أيضا أشرك الناخب في المسؤولية، ولكن هذا دليل فشل واضح على النخبة السياسية أنه لا تستطيع أن تصل إلى مواقعها السيادية وفي السلطة إلا من خلال التزوير، وهذا الفشل كبير وسيدفع ثمنه جميعا هذه الأحزاب الطائفية والأحزاب التي تمتلك من الميليشيات التي أفسدت العملية السياسية والانتخابات، وهذا ما أعتقد أني أستبعد إعادة الانتخابات، لأنه الخاسر سيكونون هم وهم ما يقبلون بأي خسارة. نعم أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي كان معنا، شكرا جزيلا لك.